مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيلو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة هعمل لكم شاحن تشحن بيه الموبايل من حاجات بسيطة. لو أنت موجود في الصحراء، موجود في حتة كده ما فيهاش كهربا، تقدر تتصرف وتشحن الموبايل بتاعك. هنجيب 6 ليمونات زي دول كده، 6 ليمونات زي كده، وهنجيب حجارة كده خلصانة كده زي كده صلاحيتها منتهية، وهنجيب الكاوية كده عشان نلحم، وهنجيب سلك زي ده كده. المهم خليكم معانا ايه، ودي اللحام، خليكم معانا ايه خطوة خطوة كده. اول حاجة هنفرتق الحجارة دي كده وناخد منها ايه الزنك. الزنك ده هيبقى الطرف الموجب. خليكم معانا خطوة خطوة. بعد ما فرتقنا الحجارة هنقصقص منهم الحتت زي دي كده بالشكل ده كده. انا قصقصتهم وجهزتهم. هناخد الحتة اللي زي دي كده عشان ما اطولش عليكم في الفيلم. قصقصت ايه 6 حتت دهم وجهزتهم. بنظبطهم قدام حضراتكم بس كده. ده طبعا يا حضرات هو الطرف الموجب. هندحن فيهم السلك هنا، هنقصقص زي كده تقريبا، مش هنخليها طويلة قوي، ونزلعها من هنا ومن هنا. زي ما شايفين قدام حضراتكم، طبعا انا مش هطول عليكم في الفيلم. هنلحمهم بالكاوية، خليكم معانا. طبعا يا حضرات هنلحمهم بالشكل ده اللي زي ما انتم شايفينه قدامكم. هنقطع كلهم زي كده متساويين بنفس النظام. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من توصيل الطرف الموجب بالشكل ده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده، هنشتغل في الطرف السالب. فانا مش عايز اطول عليكم في الفيلم، هجهزه وارجع لكم. طبعا يا حضرات ده الطرف السالب زي ما انتم شايفين، انا مرضيش عملته كده عشان ما اطولش عليكم بالشكل ده. بالشكل ده عملنا زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم كده. شغلانة سهلة وبسيطة يعني. كده ايه انتهينا من الطرف السالب. هنركب دلوقتي في الليمون. طبعا احنا جبنا وصلة USB كده زي دي كده. طبعا الطرف الاحمر دي
الطرف الأحمر ديتي هيمثل الموجب، وده الأخضر ده هيمثل السالب، فإحنا السالب هنربطه في الأسود وهنلحمه عشان ما تغلطش فيهم، تربطه كده تبعدهم عن بعض كويس، وهنجيب بلاستر ونلزقهم. طبعا جبنا لزق وهنلزق كده مظبوط كده علشان ايه ما تعملش قفلة. زي ما شايفين قدام حضراتكم هنلزقها بالوضع ده، نقص كده ايه، احنا لزقنا الطرف الايه السالب. هنجيب الطرف الموجب اللي زي ده برضه، هنجيب السلك حمرة مع الحمرة كده عشان نبقى عارفين الموجب من السالب، هنلزقها كده وهنتني نظبطها بالشكل ده، وهنلزق عليهم هما الاتنين. بالشكل ده هنقص كده هنا عشان نوصل الموجب مع الموجب، بالشكل ده هنزل، والسالب نفس النظام. طبعا يا حضرات ديتي الطرف الموجب اللي عملناه قدام حضراتكم ده، ده هو بيمثل الموجب. هنجيب النهاية بتاعته وهنوصلها ايه بالسلكة الحمراء دي، بالشكل ده هنلزق عليها. طبعا هنجيب علبة بالشكل ده وهعلمنا عليها بكام فتحة اليو اس بي هنا، فهنفتحها قدام حضراتكم كده. طبعا يا حضرات بعد ما فتحنا الفتحة بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم، هنجيب الليمون هنثبته كده هنا، بالشكل ده المسدس. طبعا ايه هنثبتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم.
بس كده تثبته بقى. ايه، هثبت اليو اس بي ده ونجرب. هنسوي تجربة حضرات قدام حضراتكم. طبعا اشتغل اهو زي ما انتوا شايفين. فاللي عجبه الفيلم ياريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة وايد لكيتي عشان ما تقولوش في حاجة. ادي هي قدامكم، وادي الموبايل قدامكم. فاللي عجبه الفيلم ياريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة. والى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم ابو كيرو للهندسة والابتكارات.